عبد الوهاب بيلحق جول. عبد الوهاب علي تاجي العرضيه الارضيه جول جول جول. عبد الوهاب يضع الهدف الاول واللحن الاول جوه جول عبد الوهاب. كنت رحت جراند اوتيل دريه تانية عندنا في الغردقه، فما حصلش نصيب ومشيت يعني، فجيت لعبت دوره كوكاكولا فالحمد لله شافوني، فالمهم اختاروني ورحت يعني مضيتهم لعبت سنتين، وفي سنه 2013 جيت هنا النادي الاهلي، فمن اول يوم يعني نزلت فيه والحمد لله قال لي تجيب كل حاجه، جيب الاستغنى بتاعتك وكل حاجه وتمضي وكده يعني. فالكابتن عماد النحاس كان ماسك هو والكابتن محمد عامر هنا في النادي، فخلصوا كل حاجه معنا في النادي يعني في جراند اوتيل وكل حاجه، فيخلصوني من هناك كل حاجه. اي حد مثلا في مصر يتمنى او في العالم يعني في العالم العربي كله يتمنى يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي اسم كبير ونادي القرن، واي حد يتمنى يعدي جنب سور النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي حاجه كبيره طبعا مش اي حاجه، وفخر لاي حد يلعب في النادي الاهلي وشرف لاي حد يلعبنا في النادي الاهلي ويكون موجود في النادي الاهلي. وانا الحمد لله ربنا اكرمني بالنعمه دي الحمد لله، وربنا يديمها نعمه ان شاء الله باذن الله، واكمل واكون في الفريق الاول ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي بيعلم كل حاجه من اول حاجه لاخر حاجه يعني، اولا بيعلمك الصلاه وبيعلمك كل حاجه، ويعلمك الاخلاق وعليك الالتزام ويعلمك الروح ويعلمك كل حاجه. كله بيحن لامه وابوه، بتيجي فتره الواحد بيحن طبعا لامه وابوه، تبقى حاجه حلوه كده لما يكون قاعد وسطهم كده. بس في الاستراحه يعني الواحد يعني هنا يعني قاعد وسط اللعيبه وسط الناس ووسط اصحابه واخواته وكل حاجه، في حاجه جميله يعني، الواحد مش بيحس باي حاجه يعني. بنصحى مثلا على الساعه 9 الفطار، طبعا مشرفين في مدير الاستراحه استاذ جلال واستاذ عادل واستاذ عاطف واستاذ عصام واستاذ اشرف، طبعا مش عايزين ننسى حد، بيصحونا مثلا على الساعه 9 كده الفطار بيبقى من 9 ل 10 بنفطر. بعد كده بس بنصلي مثلا بردك يعني، في مجموعه حافظين على الصلاه صلاه الفجر ودي حاضره دايما في الاستراحه، بنصحوا بعض يعني. انا صحيت مثلا بصحي زمايلي، حد تاني صحي بيصحي زمايله يعني، بنصحوا بعض. بنصلي الفجر صلاه الفجر دي بتبقى دايما حاضره في الاستراحه يعني، وحاجه كويسه جدا مثلا في الاستراحه دي. وبنصحى مثلا الصبح بعد الافطار، واللي معاه تمرين بيروح التمرين، اللي معاه ماتشات بيروح الماتشات وكده يعني، دايما متجمعين مع بعض، ولما يكون في ماتش دايما قاعدين مع بعض وكده يعني، ماتش دوري ابطال اوروبا كده يعني. والله انا مش عايز انسى اي مدرب، كلهم اقسم بالله اتعلمت منهم حياتي يعني، كلهم اتعلمت منهم والله. من اول يعني اول مدرب اتعلمت يعني اتعاملت معاه، مرنت معاهم كابتن احمد جمال والكابتن ياسر محمدين والكابتن احمد سمير، طبعا كنت اتعلم معاه في الاكاديميه. كان في يوم واحد فينا كان يوم السبت ده بيبقى فيه مهارات، فلما كنا نعمل مهارات هناك، فلما كنت جاي من جراند اوتيل يعني، كان المهارات دي كنت انا وواحد اسمه كان محمد سلام معانا وكذا لعيب كده، فنهرب من المهارات دي كناش نعرف نعملوها المهارات دي. فالكابتن احمد سمير بيجيبنا ويعلمنا المهارات لغايه ما علمنا. والله الكابتن احمد سلام اتمرنت معاه اول ما جيت هنا، هو اللي اختارنا اصلا هنا، جابني الكابتن احمد سمير هو اختارنا برضك، هو يعني هو اللي سمى على نقعد في النادي وكده يعني، بيتكلم علي وهو دايما بيتكلم علي ودايما بيكلمني. واول ما جيت هنا مرنت معاه هو الكابتن هشام حنفي، طلعني معاه هو الكابتن احمد سراج، فكان دايما بيساعدني معاه ال2000، ودايما كان بيلاعبني وكان بيراهن علي دايما. اهم حاجه طبعا هي الموجود في لعيبه النادي الاهلي الالتزام. النادي الاهلي طبعا بيحب الالتزام وبيحب الروح، يكون اللعيب عنده روح وقلب قبل اي شيء يعني. اهم حاجه الملتزم والمحترم ويكون عنده الروح كل يعني قبل اي حاجه. فهم دايما بيقولوا لنا مثلا ممكن في لعيب يكون مثلا مهارته بتاعته قليله وكده، بس يكون عنده روح وعنده قلب. فاللعيب الاهلي بيقول يكون عنده القلب والروح قبل اي شيء يعني. ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا اكرمني ونعم علي النعم زي دي اللي انا فيها الحمد لله، ودعوات امي وابويا هي اللي وصلتني هنا الحمد لله. وعايز اشكرهم يعني، مش عارف اقول لهم ايه يعني، بس يعني الواحد عايز يعني يعمل اي حاجه علشان امه وابوه، عملوا كل شيء من اجلي يعني، يعني وتعبوا جامد يعني معاي، وكافحوا دايما. ابويا وامي طبعا هم اللي ربوني وعملوا لي كل حاجه يعني، وتعبوا مع اخواتي. وانا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمني كده سبحانه وتعالى ويعليني ويرفعني كده ان شاء الله، عشان خاطر ابويا وامي وعشان خاطر اخواتي وعشان خاطر الناس بلد طبعا الناس الطيبه. والله يعني اسال من ربنا سبحانه ربنا ايه ييسر لي حاله كده ويفتح لي الخير ان شاء الله باذن الله في الايام اللي جايه ان شاء الله. الاقصر جميله يعني، الاقصر فيها المعابد وفيها كل حاجه. الاقصر جميله جدا وناسها طيبه جدا وناسها ناس الكرم طبعا،
معروفه بيقول لك لوكسور اسوان. لعيب الاهلي بيكون عليه ضغوطات وكل حاجه، فلاعب لعيب الاهلي هنا كل حاجه محسوبه عليه، اي حاجه يعملها محسوبه عليه. فدايما لعيب الكوره لعيب النادي الاهلي بيكون ملتزم في كل حاجه، بيعمل حساب لاي حاجه. مثل على كابتن امام متعب والكابتن طبعا اسامه حسني، بلعب فرويد زيه طبعا. بقول له والله كابتن اسامه يعني هو لما برنامج الاشبيله اتعمل هو خلى اللعيبه يعني سلط الضوء على النادي هنا في الناشئين. وعايز اقول لجماهير النادي الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله رجع بقوه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخد بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله، هياخد كل حاجه ان شاء الله باذن الله. جول 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 جول، عبد الوهاب بيلحن جول، عبد الوهاب علي شادي العرضيه جول جول جول، عبد الوهاب يضع الهدف الاول واللحن.